فلا يبقى في الجبهة إلا اللي ما عنده واسطة واللي ما يقدر نصرة بينطي حتى يعيش، يعيش عائلة فقير. هو اللي صار بالموصل، هذول اللي بقوا بالموصل شافوا نفسهم يعرفون ربعهم كلهم يدفعون فلوس وقاعدين ببغداد ها للآمرين، يقول لك بالأخير أنا موت على تشمن ها نحاسب الآمرين. طبعا محاسبين، محاسبين هذول كلهم، بس هو هذا اللي دا يصير. يقول لك فساد أكو، عدم اهتمام بحقوقهم ما أكو، آمرين فاسدين، شلون الجندي قاتل، شلون الجندي قاتل في هيك ظروف. وأنت حضرتك أيضا السيدة النائبة مع اعتزازنا تقولين وزير الدفاع طائفي، من المقاتل يسمع إذا وزير الدفاع طائفي راح يقصيه، وإذا حقوقه ما يحصلها، وإذا فساد مستشري، شلون يقاتل وشلون معنويات تصير عند المقاتل. وحقيقة احنا في وضع أريد نلملم جهودنا من أجل مقاتلة عدو شرس يستهدف الجميع بدون استثناء، وده تشوفون شلون مصيبة. يعني احنا أمام مفترق طرق والله العظيم، وكونوا على ثقة، ترى الناس صح أنتم السياسيين ده تقودون، بس والله العظيم ترى أنظارها على القيادات العسكرية ومتأملين خير، فحقيقة لا تخيبون أملهم، أريد دعمكم بكل قوة على الحق وليس على الباطل أبدا.